داعي من أجل أنه من جيشه. هاد العناصر ديال الشرطة وعناصر القوات المساعدة من أجل إرهاب المواطنين. كان حريب هاد الباشا قبل ما يدير هاد الشكل هذا ياخذوا الاحتياطات. الاحتياطات تتمثل بالدرجة الأولى في مواجهة الفاسدين. عيش معايا باش تشوف هاد المدينة ولاد عايشين بحال شي لاجئين في تندوف. هاد المدينة اغتصبوها وحكموا عليها بالظروف. عندها تاريخ بغاوه يكون كاع ما معروف. كلشي هنا بيطالي غاب البلية كايكال صعيب يحضر المصروف دمو كايسيل. كلشي خواك ازمور غادي وكايميل في ظلمات الكون وظلمات البحر وظلمات الليل. قتلوا والدينا وزادوا هاد الجيل بيني وبين حلمي ألف ميل. كاع اللي شاف الواد حك وزاد من اللي شم الريحة ديال الويل. كاع اللي باعوا الماش قالوا علي غير هبيل. تعالوا عيشوا معانا وغايش عارفوا باللي قاع اللي قلتوا كان ريل. زيرو اصلاحات كل شي غير تمتيل. زيرو سبيطارات غير العساس اللي كاين. زيرو اطباء لا من لا لدين. سن بسن وعين بعين غير قولي لي ازمور غادا وين. عايش عيشة مع بشار ديما عايش الهالوين. قاع اللي باع صوت ولا الثقافة المسؤولين. واش المسؤول اللي كذاب ولا انت اللي سكيزوفرين. غير قولوا لي الخلل فين. فيق امونا فيق النفاق دايز ليك فلاديين. بهاد المدينة كيوصل غير ولد فلان ناجي معايا باش يبان ليك البلان. كلشي خواك ازمور بغا يبدل الكوان. كلشي هنا بيطالي كيحل عين وغاب جوان. كلشي لا يحليها لا ام لا امان. ملي تكون مظاهرة عاد الشرطة كتبان. مدينة كحلة ما فيها جرادي بحال دار تفاح حرب الفيتنام. ملي راك شل المدينة كلشي غايب ليك ظلام. بلدية ما على بالها ما عايشاش في هاد العالم. مدينة زوينة خسارة غادة في العدام. ولشي اللي في الدكول شيه ماشي ولد ادم. باينة ولد ابليس ماشي هضرة ديال الفيس. صاحبي بغوني غنتكيس ما كنربي بيش باش تقول لي نايس. كان دوي بسميت اي زموري نفسه حارة ماشي ايس. وبالتالي من يغتني اليوم من هاد الموقع هو اخنوش وربعته. وكان حريم الدولة اليوم ان تواجه هادوك الشبارة وتواجه هادوك الفاسدين.